المحاضرة بتتكلم عن التمويل الدولي والعولمة. قبل ما نبتدي نشرح القوة الدافعة لعولمة التمويل، بنشرح بس فكرة عن التفسير النظري للحاجة للتمويل الدولي. ليه الدول بتحتاج لعملية التمويل الدولي؟ أولا، في عندي نموذج بتاع هارد دومان بيقول إن كل بلد دولة بيبقى ليها حد معين من الاستثمار المرغوب، فبنكتشف إن الأموال المدخرة ما بتكفيش هذه الاستثمارات، فده من هنا بينشأ الحاجة إلى استخدام التمويل الدولي. يبقى إذا أنا كدولة بستخدم المدخرات المحلية اللي عندي اللي هي ما بتغطيش الاستثمار اللي أنا عايزاه، وبضيف عليها اللي بقدر أجيبه من خلال التمويل الدولي. النقطة التانية، القوة الدافعة لعولمة التمويل. ليه التمويل الدولي بقى منتشر في العالم كله؟ أول حاجة هنلاقيها الإبداع في الصناعة المالية والحرفية. من أهم الحاجات اللي هي ظهرت وكان ليها تأثير كبير جدا ظهور المشتقات المالية. المشتقات المالية دي اللي هي مشتقة من الأسهم والسندات زي الأوبشن، فدي عملت إبداع جامد جدا في الصناعة المالية. والنقطة التانية، زيادة عدد الشركات اللي هي بتنشط في الوساطة المالية واللي هي ابتدت تخش في مجالات كتيرة، بالذات من ناحية النشاط المصرفي، لأن احنا عارفين إن النشاط المصرفي بيساهم بدرجة كبيرة في الناتج المحلي أكتر من النشاط التأميني. النقطة الثالثة، المؤسسات اللي هي بتمثل الوساطة المالية ابتدت تخش في أنشطة أكبر من الأنشطة المحددة ليها، فلقينا في بتخش في نشاط التمويل التأجيري وتخش في نشاط التأمين وهكذا. النقطة الرابعة ودي مهمة جدا، اللي هي النمو الضخم للشركات المتعددة الجنسيات اللي هي زادت بدرجة كبيرة جدا وأصبحت منتشرة في جميع دول العالم. مخاطر التمويل الدولي. لو احنا بصينا لمخاطر التمويل الدولي، فهنلاقي ان في دول كتيرة ابتدت تلجأ لعملية التحرير او التحرر المالي. التحرر المالي ده بتفرضه وصفة صندوق النقد الدولي. للأسف الشديد عملية التحرر المالي ده أدت إلى حدوث أزمات كتيرة جدا أثرت على اقتصاديات الدول النامية، وكان ظاهر في أمريكا اللاتينية وبعد كده في آسيا. النقطة التانية، من ضمن مخاطر التمويل الدولي، التنافس غير المتكافئ بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية. الأمر اللي بيؤدي إلى إن الشركات الأجنبية بتبعد الشركات المحلية عن النشاط. طبعا الشركات الأجنبية بتخش في أي دولة في تكنولوجيا عالية جدا، في عمالة مدربة بصورة كبيرة، في رأس مال كبير، في أسواق عندها بتصرف فيها منتجاتها، فإذا بتنشأ حالة من التنافس غير المتكافئ. النقطة الثالثة من مخاطر التمويل الدولي هي إن المشروعات بتحول جزء اللي هي بتمثلها الشركات متعددة الجنسيات، حولت جزء من الفوائد المالية والأرباح بتاعتها إنها بتعيد استثمارها في بلدان أخرى. يعني الأرباح اللي هي حققتها في الدولة عندي خدتها وحولتها إلى بلدان أخرى عشان تستثمر هذه الأموال، فده أكيد بيأثر سلبياً على النمو الاقتصادي للدولة. النقطة الرابعة ودي برضو نقطة مهمة جدا، إن أنا كدولة استضفت شركات متعددة الجنسيات أصبحت مرتبطة بيها ارتباط كبير جدا، ارتباط تكنولوجي، أي تكنولوجيا لازم أجيبها منها، ارتباط خاص بالصادرات والواردات، لما أجي أصدر ليها، ولما أجي أستورد منها، فبضطر إن أنا أصدر ليها وهي بتستورد مني طبعا المواد الأولية اللي هي بترجع تصدرها لي مرة تانية. الأزمات اللي ظهرت نتيجة عملية التمويل الدولي طرحت عدد كبير من الأسئلة عن سبب حدوث هذه الأزمات. هل هي ناتجة إن التدفقات المالية الدولية ما بتناسبش الدول البلدان النامية؟
أو إن البلدان النامية القوام الاقتصادي بتاعها أو الأنظمة الاقتصادية غير مهيئة لهذا النوع من التمويل. طبعا أي دولة بتدور على إزاي تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فعشان تقدر تحقق هذا الهدف لازم تقدم حزمة من الحوافز. الحوافز دي بنقسمها لثلاث أنواع. النوع الأولاني اللي هي الحوافز المالية العامة، ودي حوافز كلها بتهدف إلى تقليل الضرائب، لأن أكبر نقطة المستثمر بيركز عليها هو المستوى أو معدل الضريبة في الدولة اللي هو هيستثمر فيها. اللي عشان أحفز المستثمر فيما يتعلق بالضرائب بركز على أكتر من قاعدة. أول قاعدة اللي هي قاعدة الربح، إن أنا بخفض الضرائب على الشركات بصفة عامة، وبسمح لهم إن هم يخصموا الأرباح اللي اتحققت نتيجة الأعطال بحيث تقلل المبلغ الخاضع للضريبة. القاعدة رقم اتنين إن أنا بسمح لهم إن هم يسرعوا من الإهلاك، ده بيأثر برضو لأن الإهلاك زي ما احنا عارفين ممكن بيعمل وفر إيه؟ وفر ضريبي. قاعدة العمالة، ما بلزمش الشركات إن هم يساهموا بدرجة كبيرة في عملية الضمان الاجتماعي للعاملين في هذه الشركات، أو إن أنا أربط العمالة بالإنفاق، فده برضو بيشجع الشركات. قاعدة التنمية المضافة أو القيمة المضافة، برضو بخفض من الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة. قاعدة الاستيراد بديهم استثناءات على عملية الاستيراد، وبالنسبة لقاعدة التصدير برضو بديهم استثناءات بالنسبة لعمليات التصدير وشروط التصدير وإجراءات التصدير. دي كانت الحزمة الأولى من اللي هي الحزم اللي المفروض بتتقدم. الحزمة التانية اللي هي بنسميها الحوافز المالية. الحوافز المالية دي بتظهر في صورة منح حكومية، يعني مثلا بس بساهم بإن أنا أشارك مع الشركات المتعددة الجنسيات، أشارك معاهم في عمليات الإنتاج وفي عمليات التسويق، في ضمانات حكومية نمرة اتنين بديهم قروض وضمانات وأفتح لهم اعتمادات، في مشاركة الحكومة بالملكية، يعني ممكن الحكومة تشارك عمل الشركات المتعددة الجنسيات في ملكية هذه الشركات، تشتري منها نسبة من الأسهم، وبالطريقة دي يبقى هي بتتحمل جزء من المخاطر. وفي عمليات التأمين الحكومي لمواجهة تقلبات سعر الصرف، لأن بدون شك التقلبات اللي بتحصل في سعر الصرف هتأثر بدرجة كبيرة على أرباح هذه الشركات. نتنقل للنوع الثالث من الحوافز اللي هي بنقول عليها الحوافز الأخرى. في تخصيصات للخدمات، زي مثلا بقدم لهم دراسات جدوى اقتصادية، ببين لهم المشروعات اللي هي ممكن يستثمروا فيها، ممكن أقدم لهم خبرة في إدارة هذه المشروعات، بقدم لهم برضو أفضلية للتسويق، إزاي يحموا نفسهم من المنافسة الخارجية. في برضو حوافز خاصة بالتمويل الخارجي، بديهم أسعار صرف خاصة، بسمح لهم إن هم ياخدوا قروض أجنبية خاصة. دي عبارة عن الحوافز الأخرى اللي احنا بنقدمها للشركات المتعددة الجنسيات عشان نجذب هذه الشركات. إذا هذا الفصل بيتكلم عن التمويل الدولي والعولمة، اتكلمنا فيه عن نظرية ليه الشركات بتلجأ للتمويل الدولي، اتكلمنا عن العوامل الدفع ليه التمويل الدولي بقى واخد صورة العولمة، شفنا مخاطر التمويل الدولي، واضح هنا ان التمويل الدولي ليه مخاطر، واخر حاجة ازاي انا اجذب الاستثمارات الاجنبية بحزمة من الحوافز، بعضها حوافز مالية متعلقة بالضرائب، حوافز استثمارية، ومجموعة أخرى من الحوافز. وبكده يبقى احنا انتهينا من المحاضرة الخاصة بـ